العلم هذا هو شوب وشوب، احنا اعلامنا صافين سروات على الحلاق. والله ما ادري يا ابو المتزوجين اثنين والمجانين الحين. الفجر ردنا وحنا لا حلقنا ولا خلقنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا لؤي انت ايش سويت فيه؟ هذه متى تشيلها عن وجهي؟ امشي يضرب على وجهك يا ابو. ها؟ يضرب على وجهك. والله ما ادري قلت تبيض الوجه. تبيض والله فعولك يا ابو. ما شفعول غير تراب، حنا متى نخلص من الحرسانة خل الحول. انا والله ما غير شفت الشباب يحطونهم حطيت ورا في حياتي ما قدر يقولون طلع السوادات والشوايب والنقوط اللي في الوجه. قلت يلا خلني اشوف عجل سنين هذا يمحي ولا ما يمحي. الحمد لله. وانا والله نبي الجوال مع اللي جايين من الطائف واللي جاي من الرياض واللي جاي من الشرق واللي جاي من غرب، اقول ها وصلتوا. هذه اللي ما حد يصير على الشيء والله، اللي مع الطيران واللي مع البر يا ولد لا يصير عليهم شيء ثم يقولون جينا العرس دي وغانم ثم الله لا يعودهم. ما يصير شيء قبل العرس، بعد العرس عاد اللي يصير شيء كاتبه الله، شيء كاتبه الله والله يجعل ما يصير شيء ان شاء الله ويردكم لاهلكم سالمين غانمين طيبين وبخير. خل السوادات تطلع بس يا لؤي عجل علي الفجر اذن. يلا ايوه ايش هذا؟ هذه صنفر للشفايف. صنفره؟ ايه انت حاط لي روج؟ لا صنفر شفايف. ليه روج ما وش تسوي الصنفر هذا؟ طلع السودات بعد؟ ايه هذه تنظف الشفايف وتزين اللون. انا؟ اي والله في وراها قامت تقارص اكلتني حاره. سبايسي هي؟ لا ها بس الحين شغال النظافه. بالله كيف بعدها هذه تطلع توب ولا وش؟ انت الحين توب ما يحتاج حتى ما يحتاج تغسل. يعني بكرة طلع في العرس بطلالة حلوة كذا. أنت الحين تخرب على العريس. والله العظيم. والله. توقع يقولون هذا من ولده. إن شاء الله. كيف؟ يلعن أم جمالي يا شيخ. الله. إيه واليوم الشنب أفضل من ذاك اليوم. والله العظيم. إيه والله. شوف. إن شاء الله. إن شاء الله. تغير شيء ترى بدون فلتر. أمانة يا الربع. أنا اللي حلقت لك وأنا بقول لك ما تغير شيء. والله ما تغير شيء. ولا راح يتغير شيء. والله العظيم يا أبو شوق. والله ما تغير شيء. لف عيني ميورني فردك. أحو يا ولد أنت لعبت أنتيك عوامل التعرية. يبالك ماني بحط فلتر. يبالك إبرة نظارة ولا ما ينبغي. إيه. كبت الشرق وقامت تنهض. تبون شيء؟ تسمعون على خير. ما الله معطيني أكثر من الجمال هذا. خلاص. بسم الله علي بارك الرحمن. لا ترتاحون سموا على عيالكم. الكريمات مالي انا ليك ورقبتك. والله العظيم تصدقون عاد في زواجي والله ما سويت زي كذا. حلقت بعشرة ريال عند باكستاني وطلعت الحمد لله الاوضاع طيبه. بس عاد الشخص اللي انا ابحضر زواجه احبه ودي اطلع باحسن صوره لو بوجهي. ف كل الشغل هذا اللي تشوفونه ببلاش ترى والله لو فيها فلوس والله ما ادفعها كذا بس. يوم قالوا يلا يا ابو غازي عرض مقدم لك وكل شيء وقناع. قلت الله كيف الجمال.